جزيلا. بنبتدي حلقة جديدة. بنبتدي حلقة جديدة، بس عايزة أقول لكم أنا تابعت احتفالات السفارة الهندية بميلاد غاندي، مش من باب العلم بالشيء يعني الأنشطة اللي بتحصل في القاهرة، إنما من باب الحب والإعجاب العميق بشخصية اسمها المهاتما غاندي. شخصية الاحتفال ب 150 سنة على ذكراها مش مجرد رقم ومش مجرد تاريخ، ده عبرة لما يسمى اللاعنف. يعني لما جت الأمم المتحدة تدور على يوم تقول فيه إنه ده اليوم العالمي للاعنف، ما لقوش غير عيد ميلاد المهاتما غاندي، تلك الشخصية العظيمة اللي حاربت الإنجليز واللي أخدت بإيد الشعب الهندي المثقل بالفقر وبالنزاع الديني والعرقي في ذاك الوقت. يعني لا، الشخصية دي شخصية عظيمة جدا، والحقيقة أن هي برضو في جزء منها يخصنا إحنا المصريين، مش بس للتشابه اللي بيننا وبين الشعب الهندي تاريخيا، إحنا الاثنين كنا تحت الاحتلال الإنجليزي، النظام الإداري في الدولة كله مقتبس من بريطانيا العظمى، المقاومة ومحاولة الاستقلال، أن إحنا الاثنين من دول العالم الثالث أو دول العالم النامي، إنما كمان لأنه غاندي كان بيخص مصر أو النيل بشيء خاص. عرفت ده إمتى؟ لما كنت بزور منابع النيل في أوغندا، هناك عند بحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبرتا، هتلاقي هناك مكان اسمه حامية مصر. كان زمان أيام الخديوي، الخديوي إسماعيل، مصر لها حامية أو وحدة عسكرية هناك عند منابع النيل، بتقول المكان ده يخصني حتى لو ما كانتش الأرض دي تخصني، لأنه ده أصل النيل العظيم، هبة الحياة عندنا. هناك عند الحماية دي هتلاقوا تمثال صغير جدا، أو لقيت تمثال صغير جدا كنت حريصة أن أنا أصوره لغاندي، فكان السؤال اللي بيفرض نفسه هو إيه اللي جاب تمثال لغاندي هنا عند منابع النيل وقريب من الجزء بتاع الحماية المصرية هناك أو المنطقة اللي كنا نعتبرها بداية النيل. قالوا لأنه المهاتما غاندي بعد وفاته الرماد وإحراق جثمانه، مع زي التقاليد الهندية ما بتقول، الرماد بتاعه أوصى أن جزء منه يترمي هناك عند منابع النيل عشان يجري مع جريان المية إلى أن يصل إلى مصر ويذهب إليها. وبالتالي طول الوقت بحس أنه غاندي شخصية تاريخية عظيمة جدا للهند وللعالم وللسلام ولمصر في نفس الوقت. ذكرى غاندي. I am always prepared to return to Delhi. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même. Un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. Je sais très bien la valeur de la discipline et de la vérité. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. يعني كأي صانع سلام كمان تم اغتياله في نهاية حياته، بس رسالته السلمية العظيمة متجذرة في الهند وفي العالم. تحية لغاندي. وبعدها مباشرة نبتدي في حلقتنا النهاردة اللي مليانة، اللي فيها فقرات من جوه مصر ومن بره مصر. بعد فاصل. أنت غير أي دكتور،
أنا بتعامل مع جثث ماتت فعلا. الشخصية دي إيه دوافعها؟ بتفكر إزاي؟ إيه وبتعرى يا لهوي؟ خش قولها أنت. ده لو اتساب لده أنا يجيلي تعب أعصاب. فرت في الصخر كتير في اسكندرية. جملة هنا مشهد هنا. دور على المشاكل. مش هتكتب لي بطولة بقى. بتحس إن هو جبل جليد و أيوة. ده جير. وأنا اللي بتدايق أنا وبعمر أنا شاري. تايسون فينك يا تايسون؟ مراتك هتغير وعملت لك مشاكل في الحفلة. مراتي ألطف طبعا من ده. انت الخناقة على الفيلم ده ابتدت قبل ما يتعرض، من ساعة ما ابتدوا يمهدوا انه هيتعرض في مهرجان هيكون في ناس كتيرة جدا ابتدت الخناقة. هو الفيلم مع ولا ضد؟ هو قصده ايه بالظبط؟ هو ايه الرسائل الخفية اللي عايز يوصلها؟ وابتدى يبقى في اطراف تقول ده هو قصده سلبي الناحية دي او لا ده سلبي الناحية التانية. انا بتكلم على فيلم عيار نالي اللي اتعرض في مهرجان الجونة عرض أول، وبيطرح في السينمات أو هيطرح في السينمات خلال الأيام اللي جاية، يعني مع عرض الحلقة يكون يدوب لسه نازل السينما. الفيلم بيعتمد على فكرة، بيعتمد على لغة سينمائية، وبيعتمد على جيل بيبص للسينما بنظرة مختلفة. خلينا نكون مع فقرة عن فيلم أثار المناقشات قبل عرضه. العيار الناري ده، الطلق الناري أو العيار الناري ده، مين اللي أطلقه؟ الطبيب الشرعي في مصلحة الطب الشرعي عنده تصور للحادثة، إنما كل اللي حواليه عندهم تصور تاني خالص. خلينا نرحب بصناع الفيلم ده، هيثم دبور، كريم الشناوي، عارف عبد الرسول، ومحمد ممدوح تايسون. تفضلي يا مدام عارف. اولا مبروك عيار ناري. اتفرجت على الفيلم انا قبل ما تعرض في السينما وشفت حاجات مهمه جدا. شفت حد عنده فكره واضحه في دماغه عايز يقدمها، شفت لغه سينمائيه محترمه، شفت تمثيل عظيم من تايسون ومن عبد الرسول، وطبعا والفيشاوي عامل شغل حلو جدا، روبي كانت كويسه جدا. نبتدي منين؟ انت بتدور على المشاكل؟ يعني من اول ما قلت في عرض خاص ده كان خايف من قبل العرض الخاص؟ ليه كنت خايف ليه؟ احنا شايفين ان هو بسيط ونتمنى الناس تشوفه بنفس الشكل البسيط اللي احنا شايفينه بيه. يعني هو فيلم واضح جدا، انا بيتهيألي ان هو واضح جدا ورايته واضحه جدا، اللي عايز يقوله باي طريقه ممكنه بالنسبه لي ده بيظلم الفيلم اكتر ما يعني بيبقى عنده تصور مسبق عن الفيلم او اعتقادات مسبقه عايز يسقطها على الفيلم، وده مش حقيقي. تايسون لما تعرض عليك الفيلم، انت شفته فيلم له علاقه بلغز العيار الناري ولا شفت خلفيات سياسيه في الموضوع؟ لا خالص، هو بلغز العيار الناري. والحاله الانسانيه اللي في الفيلم ده كان اكتر حاجه، هو ده الفيلم اصلا يعني. الحاله الانسانيه بتاعت الفيلم دي هو ده الفيلم. ولا بقى سياسيه ولا مش لا اصل هي اول تحس ان انت بتفتح ملف اتقال فيه كتير وتبادل الاتهامات كان فيه للركب، انما الحقيقه هي الحدوته، هو الظرف الزمني محطوط بس عشان يبقى اطار، لانه كمان كان اكتر مثال عليه جدل في الفتره دي الثوره يعني. ما اكتر حاجه عليها جدل، والناس طلعت بتقول لا مع لا ضد لا احنا لا فجبن يعني استاذ هيثم جاب مثال للاكتر حاجه حصل فيها جدال، وقال لك تعالى بقى نشوف الموضوع من كذا وجهه نظر. هو كريم يعني عمله كده، وانا اعتقد ده الموضوع يعني مفيش حاجه ده. طيب الفيلم فيه كذا شخصيه مهمه الحقيقه، هتكلم عن الادوار الرجالي، ما يعني
ما كانش نفسك في دور تاني؟ كلها كانت ادوار حلوه جدا. لا خالص خالص بالعكس. دور خالد بالعكس. اه دور خالد ده ده اكتر دور عجبني في الادوار كلها طبعا. تانية هايله وكالعاده في شاوي ما شاء الله عليه عمل شغل حلو قوي يعني جدا. بس انا الدور ده يعني هو كريم رشحني فيه. هو ده بالظبط اللي عايزه. مش عايز اكتر من كده بصراحه. اه كريم انت ترشيحاتك كانت عامله ازاي؟ ايه الافكار وراها؟ انا احب اشتغل مع ممثلين نتناقش مع بعض كتير ونتخانق ونطور ونختلف ونتفق، لانه في الاخر انا بحس ان دور المخرج مش ان انا اقول الجمله بتقال كذا. انا لو جيت في لحظه لقيت ان انا هقول لممثل الدور بيتقال كذا الجمله اتقال كذا بقى، يبقى انا ما يبقى احنا مش واصلين للشخصيه. احنا كل شغلنا كان ليه علاقه بانه الشخصيه دي ايه دوافعها، بتفكر ازاي، خلفيتها ايه. ولكن ما اعتقدش ابدا ان جت في لحظه قلت لحد انه لا اقولها كذا، لانه اعتقد انه ده مش دوري. لو اقولها كذا خش قولها انت يعني. بس انا بس مش كل مخرجين يعني، في ناس طبعا هي طريقه عشان كده بقول انا بحس يعني مثلا يوسف شاهين يعني كان معروف ان هو يا تقولها زي الطريقه اللي هو عايزها يا لا مثلا. طبعا طبعا بس ناس تانية بس كمان كان بيشتغل مع الاستاذ يوسف شاهين كان بيشتغل بتجهيز الممثلين، مش انه تعالى خش اقف يعني. انا بحس انه ان احنا المناقشه وانه الصناعه دي كلها مش بس مع الممثلين، مع الاساتذه ورؤساء الاقسام كلهم، مع كل المناقشه دي وهي اللي بتطلع حاجه بيبقى مشروعنا كلنا. فبالتالي اي اضافه فيه ما بنتكلم وحاجات بنتفق فيها وحاجات نختلف عليها، المناقشه دي هي اللي بتخلينا كلنا شايفين المشروع زي بعض، وبالتالي بتخلي فيه الهارموني اللي حاصله. وده اللي انا كنت يعني حريص عليه في كل الحاجات يعني. انا مساله المخرج رب العمل بالمنطق بتاع ان انا كلمتي كذا، ده كارت ممكن يتحرق بعد يومين يعني. في الاخر احنا ممكن في الاخر بتايسون لو مختلفين قوي ويقول لي تمام هيعملها لي، بس هو مش هيبقى مقتنع. اهم حاجه الناس تبقى معاك وحاسه ده، وده اللي احنا كنا بنشتغل عليه. فتبقى اول تليفون بينا دور عارفه عبد الرسول متفصل عليها، او هي اللي بتفصل الادوار على نفسها ما تفهمش. انت كنت هايله في الدور ده. ايه بتفصل الادوار على نفسها فعلا. انت شفتوها في ابو عبر المصري؟ اه طبعا شفنا كل حاجه. ده ماشي وراكي. انا شفت المجرمين بشغلها اصلا. كنت هايله في ابو عمر، وطبعا في ادائك كده سهل ممتنع كده. سهل ممتنع متفرد، ما بتقلديش حد خالص في كل اللي عمله الادوار دي. لا دايما مفاجاتك حلوه عارفه عبد الرسول. ربنا يخليك. ما هو انا يعني ما بحبش اعمل الحاجات شبه الحاجات. يعني دايما بدور لي على سكة تانية غير اللي الناس كلها معروفة بيها يعني. يعني لو بتعملي دور شغالة خلصنا يعني. خلصنا. انما ايه اللي بيفرق بين ممثل عادي وممثل يعدي وممثل كويس وممثل ان هو بيحاول يدور له على سكة تانية غير السكك اللي موجودة كلها يعني. الحاجه النمطيه. لا هو بيعمل لا حاجه موجوده يعني. ما بحبش يعني عشان شرير لازم يعمل كده وما ينفعش يعني. حضرتك دخلت التمثيل متاخر شويه. لا انا طول عمري بمثل بقى الاسكندريه. دي هي الفكره ان انا كنت في اسكندريه اكتر من 30 سنه وجيت القاهره من حوالي 12 سنه. ومن وقتها يعني من وقت ما جيت القاهره وانا بحاول الاقي لي سكه يعني. فجمله هنا مشهد هنا معديه يعني هنا. حفرت في الصخر كتير في اسكندريه وكملت هنا في القاهره. بس الحقيقه موهبه ربنا يخليك. انت مشيتي على الريد كاربت في المهرجان الجونه. قد ايه اللحظه دي بقى ضغط عصبي على اي حد بيعدي على الريد كاربت؟ انا كنت فرحانه قوي والله. فرحانه قوي. احنا كمان كنا فرحانين بيكي قوي والله. كنت فرحانه وطايره كده ويعني وصورتي في الشارع كمان. فرحانه قوي قوي. لا احنا اللي فرحانين جدا. احنا معانا صورتها وهي على الريد كاربت هنا اهي. هنا دي استاذه هي عبد السلام موسى مدير التصوير. نحيي بقى كل الفن. قولوا بقى قولوا. استاذه عارفه هي انا عارفه عبد الرسول اهي. احمد فهمي حفظي. ده يوم العرض، عرض فيلمكم في الفيلم. الناس كانت مهتمه جدا بالفيلم وعايزه تحضره، ويعني والحقيقه مع انه ما شاركش في المسابقه الرسميه مش عارفه ليه.
عارفين ليه تضارب مصالح. ما شاركتوش ليه في المسابقه الرسميه؟ تضارب مصالح. تضارب مصالح يعني لا احنا حظنا حلو على المنتجين بتوعنا. حظنا حلو ان عندنا منتج اي برودكشنز هي واحدة من شركات مهندس نجيب ساويرس, وبالتالي هم الفاينانسر بتاع جونة, فما كانش ينفع نبقى في مسابقة رسمية علشان ما يبقاش في أي شبهة لأي حاجة للنزاهة. يعني انتوا كنتوا عايزين تشاركوا طبعا وهم قالوا لا. وشنا حلو على حفظي انه هو بقى رئيس مهرجان القاهرة, فبرضو علشان ما يبقاش في أي تضارب مصالح. بس لو عشان دي حاجة ببكي بقى يعني انت مش هيبقى ما ينفعش تشاركوا في الجونة عشان تضارب مصالح, وبرضو في القاهرة ما ينفعش. اه بالظبط. اه الصورة دي فيها كل الناس بقى. اه قولهم لي بقى تاني. ها انا لو اشوف هقول كل افشاوي اهو. ايوه طبعا. مالك رشا جاوبه. مالك رشا روبي سلامه موسى. روبي ما جاتش. اه روبي كانت مسافره للاسف ما لحقتش. هنا شيحه. هنا شيحه تايسون انت كنت في الحفله بقى, كنت منور وانوان. لا اللي قدمت الحفله المذيعه رايا اللبنانيه, وقعدت تقول تايسون, وقعدت تقول لك انت متجوز ومراتك هتغير, وعملت لك مشاكل في الحفله دي. احكي لي مراتك شافت الموضوع ازاي. لا والله دي لطيفه جدا مراتي. لا بصت يعني ما ضايقتش خالص. لا تمام والله. اه تمام. هي رايا كمان بس مراتي الطف طبعا منها بكتير. لا بالكنترول, على فكره بالكنترول بيقولوا ده ناصح, ده بيصالح مراته دلوقتي. طلعني يا تايسون, نزلني يا تايسون. بتسقف ايه؟ مفيش حاجه. اهو اهو تايسون. فينك يا تايسون؟ رجع. اه تايسون ما نطرني. انا لو مش متجوزه تايسون انت متجوز. لو انت كمان مش متجوز يا تايسون call me. خلاص. طيب قبل ما ارجع تاني لعيار ناري, انتوا شفتوا محمد ممدوح وهو بيمثل دور سليمان عبد الدايم في مسلسل اختفاء؟ اه كان حاجه عظيمه. ربنا يخليك يا رب. كان حاجه مفاجئه, كان حاجه عميقه جدا, كان حاجه يعني دور كده ده كلاسيكي عظيم جديد عليه وجديد علينا. انا مهما قعدت اوصف يا محمد في ادائك في مسلسل اختفاء غالبا مش هديك حق. ده كتير عليا اصلا كده والله. يعني مش عارف اقول لك ايه. اللي ما شافش مسلسل الاختفاء, اولا هو بيتعاد عرضه على سي بي سي, انما كان في كميه من تداخل المشاعر والشر والضعف والانانيه والحب كلها كده مضروبه في الخلاط, وبيأديها محمد ممدوح بمنتهى السلاسه. خلينا نشوف مشهد من اختفاء. قابلت للتو نادر الرفاعي ونسيمة سوفاليان وهما يدخلان شقتهما. اخبار نادر بايه؟ الحمد لله. انا اسف قوي, انا كنت فاكر ان ده الحمام. لا ولا يهمك. هتخرجي من المكان ده؟ ما ترجعيش هنا تاني. بصي لي. ترجعيش هنا تاني. قطعت علاقتك بنسيمة وكل اللي بره. بصي لي.
احكي لي عن الدور ده يا محمد ممدوح. احكي لك ايه ولا ايه؟ لا لا تحكي لي بالتفصيل، ده انا مستنياك من رمضان عشان الدور ده. والله انا يعني انا بحب الشخصيه دي جدا، و يا رب تكون عجبت الناس. بس لا لا قول لي قول لي، انت عامل اعمار مختلفه، بس الجزء اللي بتكلم عنه ده اللي فيه شر ورغبه وحب وضعف. بس هو اي شخصيه يعني اي شخصيه في الدنيا عندها بيبقى مثلا هو مش شرير، هو مؤمن بحاجه بيعملها، هو شايف ان هو كان المفروض يتجسس ضحك عليه فبيتجسس على الناس دي عشان امن مصر مثلا، هو ده المعتقد كده في البدايه. هو بيكتشف بعد كده انها لعبه ملعوبه عليه وبيقع في الحب، فبيبقى انسان عادي عنده مشاعره وعنده عواطفه عنده غيرته اللي بقت قاسيه بسبب حياته وطريقته. بس هو شرير، بقى شرير، هو شرير يعني جدا. يعني هو بينفذ طريقته بشر فعلا. الصراحه يعني طبعا اكيد شرير، بس قصدي انا بتعاطفت معاه فعندي دي دوافع. يعني عندي دي دوافع ومبرراته ان هو يعمل كده، اكيد طبعا مبررات شيطانيه كلها بس مصدقها. لا هو شرير وسايكوباتي جدا طبعا، معقد ومركب ومعقد جدا. خلينا بعد الفاصل نسال صناع يرناري، انتوا فعلا زرتوا مشرحه زينهم كتير عشان تعملوا الفيلم اللي مرتبط بفكرة الطب الشرعي ولا لا المسألة كانت سماعي؟ بعد الفاصل. أنا لو مكان البطل هعمل إيه؟ العيار الناري أطلق من مسافة قد إيه؟ مش لحد بس. الحادثة دي حادثة عادية جدا. تخريطة البصل كانت لا غبار عليها. في حاجة تانية أحلى. أمال عارفة وسموكي عارفة. حكايتي مع السماء. كان السؤال ده بيطرح في كل وسائل الإعلام، تلفزيون كانت أو جرايد أو حتى إذاعة، العيار الناري أطلق من مسافة قد إيه؟ أطلق من فوق ولا من مستوى؟ كلمة من أين أطلق العيار الناري دي أنا فاكر إن هي كانت بتقال ليل ونهار ونهار وليل، إنما ما كناش متخيلين إن هي تبقى الجملة الحاكمة في فيلم من الأفلام اللي متقدمة دلوقتي، بدأت بمهرجان الجونة وهتنزل تجاريا. هيثم دبور، فكرة الفيلم من إمتى؟ فكرة الفيلم من 2012، كنت أنا وكريم بنتقابل طول الوقت، فحكيت له إن أنا عندي قصة مرتبطة بإن إحنا نبدأ نشوف حادثة مختلفة خالص عن كل اللي على العقل الجمعي بيقوله، كل اللي الناس بتقوله. واحد قرر إن هو يطلع يقول إن الحادثة دي مش زي اللي كل الناس بتقولها. حادثة بوليسية. حادثة بوليسية. محطوطة في إطار ممكن يديله نوع من الفخامة أو التقديس أكبر من حجمه. لو حد طلع قال إن لا الحادثة دي حادثة عادية جدا فيهاش أي نوع من الهالة أو القدسية دي، الناس هتتعامل معاه إزاي؟ وده هيحطنا قدام سؤال أساسي اللي أنا دايما بشوف إن هو محور الفيلم، أو السؤال الجدلي اللي أنت دايما بتفكر فيه. أنا لو مكان البطل هعمل إيه؟ أنا لو مكان الدكتور هعمل إيه؟ انتصر للإنسانية ولا الحقيقة؟ انتصر لشرف المهني ولا لشرف الفكرة الثورية؟ وهل لو انتصرت لشرف الفكرة الثورية وخنت شرف المهني أبقى فاسد؟ أو العكس، هل لو انتصرت لشرف المهني على حساب شرف الفكرة الثورية هبقى أناني ولا لأ؟ هي دي يعني هي دي والحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية. صحيح، يعني برضو فيها كده. وهل الفساد بتتعاطف معاه ولا متتعاطف؟ يعني مفيش تعاطف معاه. هل الفساد ممكن يبقى مبرر؟ هل ممكن تتعاطف مع فاسد وتقفش نفسك وانت بتتعاطف مع الفاسد ده؟ يعني كل الابطال عندنا بشكل كبير عندهم المساحه الرمادي دي، كلهم في اختياراتهم عندهم المساحه الرمادي دي، مساحه فساد بتكتشف ان انت بتتعاطف معاه. وعلى فكره هو ده اللي بيخض في راي الناس في الاول، ان انت بتقفش نفسك انك تعاطفت مع نوع من الفساد وبتحط نفسك مكانه. وانا لو مكانه هبقى شخص ذهني جدا واقول لا لازم الحق ينتصر،
لازم الحقيقة تبان بالشكل اللي احنا شايفينه، ولا هنتصر لفكرة الإنسانية. انتوا صورتوا في أماكن كده، ده كان محجر ولا كان ايه؟ في أماكن بيضة كده، ده كان ايه؟ ده محجر جير، منجم جير بيقع عليه في، كنا في المنيا، حاجة قبل المنيا كده بشوية حاجة كده، بس تحس ان هو جبل جليد و أيوة. ده كل ده جير، وجو حر بشكل مش طبيعي، ولابسين احنا الكوفيات دي بسبب الجو كان بادئ برد جدا. يعني احنا كنا مصور في الشتاء، فمن البدايه برد جدا، وهتلاقينا مع بدايه اليوم تلاقي الحاجات كله قلع زي الكوفيات. انا بادئ من كده لحد الكوفيات. الكوفيات دي ضروري جدا، لان في رذاذ جير طاير طول الوقت في الجو، مع التنفس بيخش في جسمنا، يعني في 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 صدرنا وكده. يعني بصراحه الناس اللي شغاله هناك ابطال، يعني بصراحه عايشين مع ده، ربنا يكون في عونهم طبعا. طبعا بيشربوا الميه هناك بقى، وكل حاجه بتبقى متغطيه عشان الرذاذ بينزل في الاكل وفي الميه، فيعني بيشربوا في برات شاي الميه عادي، بيشربوها في ميه او في كيس مقفول لازم، حاجات كده. وانتوا كان مكتوب الموضوع في المحجر وكده، يعني مش حاجه، مش اضافه جماليه، انما ده كان في القصه. هو ليه علاقه بكمان بان احنا نشوف المكان اللي خالد جاي منه، انه هو كان محتاج مبرر انه يكون بيغيب عن البيت كتير، بيشتغل شغلانه شكله قاسي جدا، او يعني هو يبقى بنقعد فتره بالقوه بالقسوه دي، شكله قاسي و طب ومشرحه زينهم بقى؟ احنا اكيد كان نفسنا نصور في المشرحه يعني، بس تصوير في المشرحه مساله كانت مستحيله، فاحنا رحنا عينا المشرحه، وكنا حابين نحافظ على مساحه واقعيه جدا في شكل الديكور، فعملنا زياره مع عبد السلام موسى وعلي حسين مهندس الديكور، وعلي عمل الحقيقه مشرحه، يعني كنا بنحاول نحافظ على الواقع فيها، فهي قريبه جدا لشكل مشرحه زينهم، بس كمان عشان كان عندنا شطات معقده شويه محتاجين فيها نشيل حيطه معينه وفي وسط الشط، فالحقيقه يعني علي عمل حاجه عظيمه قريبه جدا لشكل المشرحه بتاعت زينهم الحقيقيه. عارفة عبد الرسول، انت مثلتي مع تايسون قبل كده لا تطفئ الشمس؟ لا تطفئ الشمس وعيار ناري. بس لا، وكان في مشاهد كتيرة بينكم وبين بعض لا تطفئ الشمس، بتجمعنا كتير. كانت في مشاهد كتير بتجمعنا سواء هنا او هنا. قوليلي، شفت الفيلم ازاي؟ شفتيه لما تعرض عليكي باللقطة الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها، هو مين اللي غلطان والاتهامات؟ لا 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 خالص. انا حتى يعني لما أخدت السكريبت وقريت ورحت عشان أعمل بروفة، روبي قعدت تقول لي الله يكون في عونك، أنا شايفة يعني إن الموضوع كبير قوي. فكريم قال لي إيه قريتي؟ قلت له قريت. قال لي إيه رأيك؟ قلت له عادي يعني. بص لي باستغراب شديد جدا، قال لي طيب كويس، طيب كويس كويس. وأنا شايفاها عادية جدا يعني، أنا مش شايفة يعني الموضوع بالنسبة لي فيه. هي واحدة ست مصرية طيبة بتضطر تكذب عشان ولادها. قولي لي فين هاتي لي واحدة ست ما كذبتش عشان ولادها؟ أنا دايما الستات بيكذبوا عشان ولادهم في أي مكان يعني. وهي بتحمي الاثنين يعني. هي بتحمي ولادها بكل الطرق يعني. ما فيش بس مش قادرة تكذب يعني، ما هي مش بشكل مفضوح يعني، هي كذبت الكذبة بس مش قادرة تتمادى في الكذبة أو تاخد ثمن الكذبة. بس ليكي مشهد بقى أدائك التمثيلي فيه كان لا غبار عليه، وانت بتخرطي البصل وكده. إنما بقى كمان تخريطة البصل كانت لا غبار عليها، كانت تخريطة عظيمة. طب تصدقي بقى يعني هي جت صدفة يعني؟ لا يعني أنا حسيت إن انت حريفة بصل. أما أنا طول عمري بطبخ يعني، بطبخ. وبعدين أنا ما بعرفش في الحاجات الحديثة يعني، ما بعرفش استعمل قطاعة وحاجات كده، أنا على طول بخرط على إيدي كده. يعني حسيت بحرب. لا اصل المخرج الشوت ده هي عندها مشاعر عظيمه، وبعدين يقطع من المشاعر على البصله، فانت مركز مع البصله. حسيت انك ست بيت ممتازه. ايقاع المشهد. ايوه كان عامل ايقاع المشهد. من يعني ست بيت واكل اسكندراني ولا قاهري ولا؟ والله بعمل كله يعني، لما بتبقى الوصفه كويسه بعملها. بس ما تقولهاش حاجه لغايه دلوقتي. ايوه انا بكرجرها بس بيبقى في سنس يعني ممكن اكله اشوفها اعرف انها مش هتطلع حلوه يعني. في حاجات بتتحط على حاجات ممكن تبقى كويسه، ساعات بخترع برضو يعني. تسلم ايديكي على المشهد وعلى تخريط البصل. بس قلتي لي انك كنت فرحانه قوي في على الريد كاربت، فرحانه عشان حلم ليكي اتحقق ولا فرحانه بالفيلم بشكل عام؟
يعني هما الاثنين مع بعض. يعني أنا فرحانة إن الفيلم هيتعرض أول عرض لي في مهرجان الجونة، وفرحانة جداً إن أنا مشيت على الريد كاربت، وشركة الإنتاج كانت حجزالي في البزنس، فأنا قاعدة درجة أولى. فكنت يعني عارفة حاسة كده بحالة من السعادة غير عادية، كنت فرحانة قوي 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 بالفيلم وبالريد كاربت وبالمهرجان وبالناس، وماشيه زي الهبله كده عماله ابص. لا بس انت بقالك سنتين يعني الناس كلها واخده بالها ان عارفه عبد الرسول دي ممثله جامده جدا، يعني سنتين ثلاثه مثلا. الحمد لله الحمد لله. مش مفاجاه يعني. لا هي مش مفاجاه، بس يعني فكره انها اول خطوه. انا السنه اللي فاتت كنت راكبه عربيه مع صديق ليا ومعديين من على الكوبري، فصور فنانين محطوطه لمسلسل ما، مش كل واحد له صوره لوحده يعني. فقلت له يا سلام نفسي اشوف صورتي في وسط دول، فالسنه دي جت صورتي في وسط دول يعني. طبعا لا تستاهليها. لا طبعا تستاهليها. استاذه عارفه دايما بتناقشني وتقول لي ايه ما مش هتكتب لي بطوله بقى، فدايما اقول لها يا استاذه عارفه عيار ناري بطولتك، بس انت ما بتبقيش عارفه تنشغل بالك. لا هو بطوله جماعيه يعني الادوار ما بين احمد الفيشاوي وما بين تايسون و... في التمثيل. يعني هي بطوله جماعيه. بالك ما شاء الله عليه طلع عمل استاذ احمد كمال. عامل استاذ احمد كمال طبعا. مشهد واحد طبعا. مالك وهنا شيح كلهم طلعوا عملوا كام مشهد كده، بس انا اعتقد ان هم منورين بما فيه الكفايه يعني ما شاء الله يعني. والميكنج بقى كان لطيف خفيف يعني، الكواليس كانت لطيف خفيف، ولا شركه من شركات نجيب ساويرس ما فيش هزار بقى؟ هو مين الفيلم ما فيهوش هزار يعني هي كده كانت لطيفه، لان الحمد لله احنا روحنا حلوه يعني روحنا حلوه بمعنى ايه؟ بمعنى مركزين في الشغل، عايزين ناخد الموضوع لحته احسن، بنتناقش طول الوقت في الشغل. يعني انا كده بستمتع جدا بالشغل مع استاذه عارفه، ربنا يعني ربنا يخليك بجد ده حقيقي يعني. ودي من الحاجات اللي بتمتعني معاه، ان انا وانا قاعد معاه بنشتغل بنقول بن بن بنجود بن بن بنضيف بناخد راي كريم بن يعني بنشتغل يعني، هو ده اللي بيخلي الكواليس حلوه. هنا يوم استاذ يسري كان بيزورنا في اللوكيشن، ويعني يسري نصر الله صحيح للاسف كنتش موجود انا اليوم ده للاسف. الله الله الله. انا عارفه ان هو كمان ادى كومنت او تعليق كويس جدا عن الفيلم. مخرج عظيم يعني ده دعم كبير للفيلم. طيب تجربتك الاولى القريبه جدا فوتوكوبي كانت تجربه ناجحه جدا، والفيلم شارك في مهرجانات كتيره جدا جوه وبره. عيار ناري هيمشي على نفس الخطى؟ نتمنى يعني. هو في كل الحالات انا بجرب اشكال جديده، انا حابب ان انا اجربها. بجرب ان انا اختلف، حتى لو هعمل مشروع تالت اعتقد ان هو هيبقى مختلف عن المشروعين دول. وفي كل الحالات بحاول اوصل لمساحه من التوفيق او الاجاده الفنيه اللي تخلي الفيلم جيد جماهيريا وفنيا. ممكن ابقى يصيبني التوفيق في اوقات او لا، بس في كل الحالات اديني بحاول. الحقيقه انه في تفاصيل كتيره حلوه، بس انا مش هقدر انهي الفقره دي غير لما تحكوا لي كل واحد عن مشروعاته القادمه. كتابه، اخراج، تمثيل. انت من هناك ليه؟ من هناك ليه؟ ده انت اللي مبيت على شغل، انا عارفه ده انت الوحيد اللي ضامن. انا عاده يعني بشتغل على المشروع وبعد كده ببدا اتحرك بيه، ففعليا لما بخلص سيناريو خالص ببدا اشوف ايه التحرك المناسب ليه، مين المخرج المناسب اللي للمشروع. بشتغل على مشروع مع كريم شناوي بقى لي فتره برضو اسمه حظر نشر، اتوقع ان احنا يعني ايه هناخد وقت عقبال ما نعمله. اسمه ايه؟ حظر نشر. انت تاني برضو؟ انت تاني؟ احنا عايزين نخلصك. كوميدي اكيد كوميدي. اصل يعني كلمة حظر نشر دي يعني مشكلة يعني. يعني اعتقد مش مشكلة يعني، اعتقد ان هو فيلم يعني، او اتمنى ما يبقاش فيه مشكلة يعني. اتمنى اهم حاجة انه حظر النشر ما قبوش حظر عرض. اهم حاجة يا هيثم. عارفة قبل ما اسأل حضرتك، اسمك مميز جدا وله معنى وله جرس. قامت سامعه الاسم جدتي ام بابا. حتى كانت ماما مش عاجبها الاسم، فكانت مسمياني ميرفت، وعشت عمري كله باسم ميرفت. ايه ده فعلا؟
وانا صغيره كنت بكرهه قوي، عشان لو ما عرفتش اجاوب سؤال كان المدرس يهزقني ويقول لي امال عارفه وسموكي عارفه. فكنت بحب اسم ميرفت شويه كده، بعدين لما كبرت اتصاحبت على الاسم وبقينا اصحاب يعني. لا حبيته. هو فكرني بالاسماء الفخيمه يعني، العارف بالله، ما هي العارف بالله هي يعني. حسيت انه اسم فخيم من الاسماء اللي لها علاقه بالشخصيات الكبرى، عشان كده حباه يعني. ونادر يعني، متهيألي ما فيش حد اسمه كان بنت عمي كبيره وبعدين علي الحجار بيغني لك ليل ونهار. ايوه ايوه عارفه. دفعتي على فكره في الفنون جميله انا احنا دفعه واحده. والله دفعه 77 تقولش لحد بس. خلينا في عارفه. طيب مشروعاتك، اسم جميل، اسم جميل جدا، اسم جميل جدا. طيب مشروعاتك الجديده مدام عارفه. على المستوى الاحترافي لسه ما فيش حاجه يعني اتعرضت عليا، بس انا لسه راجعه من لبنان، كنت مشاركه في مهرجان حكي، حضرتك عارفه ان انا حكاية على مستوى الوطن العربي، ومسافره الجزائر. ده الحكي اللي هو المسرحي ولا ايه؟ الحكي على المسرح. ومشهور انا بحاجه اسمها حكايات بنت البقال، حكايات الشخصيه يعني بعرضها كتير. طب ما تحكي لنا حاجه كده بنت البقال. هقول لك حاجه صغيره كده. انا طلعت من سوق الحضره، وده سوق شعبي كبير قوي في اسكندريه، رحت كليه فنون جميله، البنات هناك حلوه قوي، شيك قوي، وريحتهم حلوه قوي، وانا نفسي ابقى زي البنات دي. ابويا كان بيجيب لنا طقمين في الصيف وطقم في الشتاء، وطبعا الكليه في الشتاء فما كانش فيه لبس كتير، فبدات احوش من مصروفي عشان اشتري لبس يعني، ونزلت المنشيه اشتريت قماش ب 40 قرش المتر، قماش شيك قوي 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 وتقيل محمل يعني يستحمل بهدله الفنون يعني، واديته لواحده خياطه جارتنا فصلته لي بدله، ولا ميرفت امين بقى ولا الجن، اوعى وشك يعني، جاكيت قصير وبنطلون شارلستون وعندي سابو عالي، ونازله بقى رايحه الكليه بقى بالبدله الجديده، واهل الشارع فتحوا الشبابيك يصبحوا عليا صباح الخير، وماشيه بقى عامله فيها زعيمه. وصلت الكليه وانا في منتهى السعاده، كل ما اقول لحد صباح الخير يبص لي ويضحك، كل ما اقول لحد صباح الخير يبص لي ويضحك. فجيت لصديق ليا كده قلت له سندي، هي العيال دي بتضحك على ايه؟ قال لي شمسيه يا عارف. قال لي يعني ايه؟ قال لي القماش اللي انت لابساه ده قماش شماسي. ده حكايه حقيقيه صح؟ حكايه حقيقيه. كريم مشروعاتك؟ هيثم قال على حظر النشر اللي يعني شغالين عليه بهدوء. ولسه بقى بشوف المرحله الجايه يعني احتمالات، ما المؤكد ان انا عايز اشتغل في مشروع اكون فيه تحدي ويكون فيه وفي شغل مع ممثلين بحبهم ورؤساء اقسام بحبهم، عشان هي دي يعني. انا ما ببص على تجربه الفيلم، انا طول الوقت ما بس ايه بقول انا كنت مبسوط بالبروسس، مبسوط واحنا بنعمله، النتيجه ما اعرفش في الاخر، ما اقدرش، ما عنديش مشاعر ناحيه النتيجه، اتمنى تعجب الناس بس ما اقدرش احكم عليه. فانا نفسي اخش في تجربه ثانيه ان شاء الله يعني تبقى واضحه اكتر قريب، ابقى برضو مبسوط بروح التصوير وانا مبسوط، ومبسوط دي مش معناه ان كل حاجه ماشيه على مزاجي، بس انه مستمتع، إنه مستمتع بالتجربه وبجرب حاجه فيها جديده، واتمنى ان يكون عندنا مشروع قريب نقدر نجرب فيه حاجه جديده كمان ان شاء الله. ان شاء الله. تايسون؟ والله انا لغايه دلوقتي اللي اكيد ان شاء الله يعني ولاد رزق 2. طارق العريان هيعمل ولاد رزق 2؟ ان شاء الله ان شاء الله. الله، كل الطقم اللي موجود كله ان شاء الله. ده خبر بالنسبه لي مهم، كان من انجح الافلام من سنتين ثلاث سنين بالظبط، الاداء فيه كان رائع على كل المستويات. انا بحب الفيلم ده قوي بصراحه يعني بكل الحمد لله، بس البلوفايه اللي فيه اللي خلت الناس تحبه تنبسط منه جدا، ما اتحرقت هتعملوا بلوفايه ازاي؟ لا في حاجه، لا في حاجه تانية احلى، في بلوفايه تانية احلى. طيب تايسون واحمد عز وعمرو يوسف واحمد داوود واحمد الفيشاوي طبعا وكريم قاسم، هم كل الطاقم ان شاء الله. ولاد رزق 2 ان شاء
شاء الله. ده مشروع، ده مشروع مهم. فيلم عيار ناري صحيح ما كانش له الحظ بسبب تضارب المصالح ان هو يشارك في مهرجان الجونة السينمائي او مهرجان القاهرة السينمائي القادم، انما هو له الحظ واحنا لنا الحظ ان احنا نشوفه في دور العرض بيتعرض عن تجربة جيل. قصة هيثم دبور، اخراج كريم الشناوي، بطولة ناس كتيرة جدا معانا منهم محمد ممدوح وعارف عبد الرسول. ببارك لكم وبدأوا الناس ان هي تتفرج على فيلم في السينما. عيار ناري، عيار ناري. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الف مبروك، الف مبروك. بصي يا حبيبي، بصي يا حبيبي، بصي، مبروك يا كريم، الف مبروك، مبروك يا كريم. ما بيقولوا يعني باللغة الفصحى، لا يخفى على فطن أو ما تفوتش على أي واحد نبيه إن إحنا برنامجنا بيهتم بالمواهب الحقيقية في العالم العربي. بنحس إن في واجبين لازم يحصلوا. الواجب الأول هو إنه الأصوات الحلوة أو المواهب الحلوة والحقيقية أيا كانت لازم نسمعها هنا في مصر، والحاجة التانية إنه لازم ندعمها هنا من مصر. دي حاجتين دايما في دماغنا ودايما بتبقى جوانا وإحنا بنحضر لحلقات النهاردة. معانا موهبة حقيقية، صوت حقيقي 100%، صوت رائع جاي من الأردن. الصوت بيحمل معاه مشاعر وبيحمل معاه رحلة كفاح وبيحمل معاه فوز في برامج المسابقات. المهم إن هو صوت يليق بأنه يكون قدام عموم المصريين، يطربنا ويغنلنا ويسمعنا جديده، تحديدا لما يكون عامل أغنية جديدة لحبيبنا محمد صلاح. أنا بتكلم على الموهبة الأردنية الرائعة نداء شرار. اهلا يا نداء. اهلا يا حبيبي، اهلا اهلا بيك يا نداء. اتفضلي. اهلا بيكي في القاهره. ربنا يخليكي وميرسي على الكلام الحلو. انا عماله مستمتعه وانت بتتكلمي عني. انت صوتك حلو قوي يا نداء، تسلمي لي يا رب. الله يخليكي، صوتك جميل يعني من اول ليلي يا عين. الناس على طول بتبصم بالعشرة ان انت صوتك رائع وموهبتك محترمة جدا. الله يخليك يا رب. اول شيء بدي اقول مساء الورد للجمهور الحلو، مرسي. شكرا، شكرا على الاستضافة الجميلة. قولي لي انت كان مدخلك للعالم العربي بتهيأ لي يعني لو عملنا بتلخيص كانت وردة وأم كلثوم. أيوة. البداية والفينال صح، صح. فنفس الشيء هيحصل هنا في الاستوديو يا نداء، تبتدي بأم كلثوم ولا بوردة؟ هغني الأغنية اللي هي أغنية أم كلثوم، الليل كان وشها حلو عليا، بس كمان حكايتي مع زمان وشها حلو عليا أكتر لأن أنا نجحت فيها. بس أنت هتغني الاثنين بس حبيبتي. أنت شوفي هتفتتحي بإيه. يلا نقول حكايتي مع زمان. أوكي. كان اسمه حبيبي وكان ده كان يوم من نصيبي وكان ضحيت بعمري ما ضحيت بعمري مشوار
متهيألي مش محتاجة أقول لك حلوة، مش محتاجة يعني أي حد عنده دان. تسلمي لي يا رب. سمع قد إيه أنت غنيتي حلو، اشمعنى بقى الأغنية دي؟ يعني حاجة لها علاقة بوردة ولا أنت غنيتيها كتير وأنت صغيرة ولا علاقة ببليغ؟ أول شيء أنا كتير بحب أغني لوردة وأم كلثوم، بحب أغاني الزمن الجميل قوي، بس الأغنية دي يعني بتعبر عن شخصيتي بحسها. شخصيتك أنت؟ طول عمري حاسة نفسي مظلومة. ايه ده؟ ما اعرفش والله، بحسها بتشبهني يعني حكايتي مع الزمان. ايه ده وانت حياتك حزيني كده يعني؟ ده مش حزيني قوي كده. ده الاغنيه تقطيع. حكايتي مع الزمان يعني بحس انه هي بتعبر عن كل شخصيه تعبت على نفسها. لا استني استني استني. لا احكي لي انت حكايتك انت مع الزمان يعني ده ايه؟ يعني انا اول حاجه ان انا كنت ناسيه حلمي، يعني ناسيه صوتي، وكنت ما بغنيش اصلا، وما درستش مزيكا، لان انا ما كانش في فرصه اني اغني اصلا. فكل هاي الاشياء يمكن الاغنيه بتعبر عني، هالقد كانت حياتي فيها شغل واجتهاد علشان كده ان انا ناسيه حلمي. فلما وقفت على المسرح وغنيت حكايتي مع الزمان حسيت الاغنيه عم بتعبر عني. سيبيني البرنامج ده، مش ممكن كلمتين ويعدي، مش مقتنعه. لا لا لا، بصي قولي لي بالظبط انت لا ايه اللي انت حاسه انه كان مضايقك في حياتك قبل ما تحققي حلمك؟ يو الحمد لله كتير يعني. ايه بقى؟ انا من الشخصيات اللي تعبت على نفسي كتير لحتى وصلت لهذا المستوى من شخصيتي، وكنت صغيره قوي، كان عمري 5 سنوات، و كان عندي حالة مرضية كده يعني حاجة بسيطة في الكلى، بس حاجة بسيطة الحمد لله يعني، وتعالجت لها، بس أخذت معي 10 سنين، أخذت من المراهقة ومن حياتي ومن كذا. يعني حاجة لها علاقة بأداء الكلى، وظائف الكلى يعني؟ أيوه بالضبط. قعدت 10 سنين أتعالج بالمستشفى، وكل شهر أنام أسبوع في المستشفى، يعني كانت حياتي مستشفى يا حبيبتي. أيوة بالضبط كده. فعشر سنوات وأنا يعني حياتك متعطلة. أيوة ما فيش مراهقة، وبتغيب من المدرسة بقى؟ أيوة بغيب بالمدرسة وبنجحوني تلقائي. ويحطوا لي علامات اللي هم عايزينها، ودايما معايا الكرت الأخضر في المدرسة إن البنت ما حدش يقرب لها. كان تسب عليكي نفسك بقى؟ كنت اتضايق كتير، لانه بصراحه ما كنت انا يعني اخذت من عمري، اخذت من ثقتي بنفسي، ما كنتش يعني، مع اني المرحله دي ما حسيتش فيها يعني، ما حسيتش بتعب نفسي قوي، لان مامتي كانت معايا في كل المرحله دي يعني الله يخلي لي اياها، كانت معي في كل هاي المرحله. بس الفكره انه انا طلعت من هاي المرحله عايزه اتعرف على كل حاجه. العرض الصحي ده زال والحمد لله. أيوة الحمد لله، بس هو أخذ 10 سنين يعني من عمري، بس الحمد لله زال من عمري 5 سنين لعمري 15 سنة. وكنت يعني ما كانش عندي أصحاب كتير، وما كنتش بغني كتير، وكنت أصلاً ما كانش عندي ثقة بنفسي أساساً. وبعدين بقى عندي ثقة بنفسي، أو بالأحرى بعد ما ربحت ذا فويس هي الثقة. يعني أنت دخلت ذا فويس وأنت ما فيش ثقة ابدا؟ وانا ما كنتش اعرف ان صوتي حلو اساسا قبل ذا فويس. انا كنت بغني واشتركت في مهرجان في الاردن وما نجحوني، فانا حكمت على نفسي انا ما بعرفش اغني. كنت بتغني ايه بقى وانت صغيره يا نداء؟ غنيت اول مره على مسرح المدرسه كان عمري 10 سنين. غنيتي ايه؟ غنيت حاجه لام كلثوم. فعلا؟ ايوه. كانت الاغنيه المشهوره هي اللي بيسمعوها الكل، رجعوني عينيك، كل الناس كانوا حافظينها. وانا كنت بحبها فغنيتها. هذا كان تتحب طبعا، هي تتحب. انت عمري. ايوه لقاء السحاب. ام كلثوم عبد الوهاب. افضل اقول الصبح غني يعني ده. عمال اغششك يعني ده. لأيام
قبل ما تشوفك عيناي عمري ضايع بيحسبوا عندك شغل وبيزنس ولا لا لسه بتستكشفي الدنيا؟ لا انا بصراحه جيت السنه الماضيه وكان عندي حفله في دار الاوبرا، غنيت في مسرح ام كلثوم، مسرح دمنهور، ومسرح اوبرا دمنهور واوبرا اسكندريه، مسرح سيد درويش في اسكندريه. ايوه بالظبط، كلها تبع مسارح عظيمه تبع دار الاوبرا الام اللي في القاهره. ايوه ويعني الحمد لله كنت سعيده جدا لانه بصراحه ما تخيلت، يعني اي حد ما تخيلت ايه بقى يعني ده. ما تخيلت اغني على مسرح الاوبرا يا لهوي. ما بغنيش طول حياتي فجاه اخد لقب ذا فويس واطلع مسرح الاوبرا. كل ده في 3 4 سنين بس يعني ده، وحتى لما لسه ما طبقت الثلاث سنين يا حبيبتي. الحمد لله فغنيت هنا بمصر والحمد لله. يعني هنا لما بقى ايه اكتر اغنيه لما غنيتيها في المسارح المصريه اخدتي عليها زي ما بيقولوا سكسي، اللي اخدتي عليها تشجيع، الناس انبسطت منها؟ هم بيحبوا اغني عامه فايزه احمد، بيقولوا لي ان انا بشبهها. انت صوتك يعني بصي في بحه تمشي فايزه احمد وتمشي هدى سلطان وتمشي شيرين عبد الوهاب، وفي بحه كده ايه بتقلب مع كل صوت نسائي بتغني بيه يعني، فاكيد هتبقي حبيبتي. طب ممكن اوصفك بانك كنتي فتاه حالمه رومانتيكيه فوق السحاب؟ فوق السحاب. ولا بنت شقيانه تعبانه مجتهده؟ يعني ايه الوصف اللي ينطبق اكتر عليك يا نداء؟ انا يعني بشتغل يمكن وانا صغيره كتير، يعني بشتغل على الصعيد العملي بالحياه العامه يعني. وانا خلصت وكملت دراستي. مش غنى يعني؟ لا ابدا، انا شغلي مختلف تماما، انا مدرس لاطفال ذوي احتياجات خاصه. يعني ما لي علاقه بالفن كنت ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. طب من وانت عندك 15 سنه بتشتغلي مع؟ لا كنت اشتغل حاجات ثانيه، وبعدين لما كبرت وكملت تعليمي وخلصت اخذت شهادتي ابتديت اشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصه الحمد لله. وكان يعني شغل مش سهل بصراحه، وشي بياخدك من كل الناس، يعني هو محتاج مجهود يعني وفضاوه وكل حاجه وصبر وحلم ومحبة وكل. بس انت كنت عايزة تغني؟ كان عندي حلم وكنت دفناه، يعني ما في مجال افكر فيه بصراحة، لا على صعيد العائلي ولا على صعيد. وايه اللي شال التراب وخلى الحلم ده يطلع تاني يعني؟ صحابي ده. ربنا يخرب بيتهم. لا يا شيخة ربنا يسعدهم. اولا قولي اسماء اصحابك دول وقالوا لك ايه؟ هم كانوا كتير يعني، كانت هي صديقتي اللي قدمت لي اسمها حليمة، حليمة بالمصري حليمة.
هي اللي قدمت لي على البرنامج وتشاركوا معها اصحابي. كنا يعني على مقاعد الدراسه مع بعض، كانوا عارفين انه انا بشتغل وشغلي يعني متعب جدا، وحتى انا كنت بهاي الفتره ما بشوفهم مش يعني بصراحه. بتشتغل كم ساعه في اليوم يعني؟ كثير، كنت بشتغل يعني من A ل B مثلا، اول شفت من B ل C، من C ل ايوه ساكن بساكن من 8 الصبح ل 8 ثاني يوم مثلا، احيانا تاخذ لي كده. ليه يا بنتي؟ لاني كنت بناوب، كان في اوفر تايم، كانت الظروف تعبانه شويه يا استاذه هنا. ايوه يا حبيبتي بالعكس، ده شيء يخلينا نبقى فخورين بيكي وسعداء بيكي. بالتاكيد. بس كنت عايزه افهم يعني انت كل ده عشان تسندي نفسك، عشان ما تحتاجيش لحد. ايوه الحمد لله، عشان تقدري يعني تواجهي الحياه وما تحتاجيش لحد. بالظبط، يعني كنت اروح يا دوب اشوف سريري واحط راسي وانام يا يعني. حبيبتي ما كنتش بشوف حد، وهاي الفتره يعني اخذت مني كتير، واخذت من مجهودي وطاقتي وحتى ما كنتش بهتم بنفسي، انا كنت اتخن شويه يعني بتاخذ منك كتير ومن اهتماماتك. ممكن تكوني بتعملي حاجه ناجحه فيها وبتدي لك دخل، بس انت مش اسعد حاله فيها، انت بتدوري على حاجه تسعدك اكتر. بالظبط، وانا مثلا يعني ما كنتش الاقي الوقت اللي اصلا اكون مبسوطه فيه بصراحه، يعني من كتر ما في شغل متعب كتير وانا مش من النوعيه من البنات اللي بيحبوا مثلا، كنت بحب مثلا اخرج واغير جو وهيك، لا انا لو عندي وقت فاضي اقعد اكتب فيه مثلا حاجه تزعلني اكتب فيها، وانا بكتب وانا صغيره. فبحب يعني الكتابه. يعني ما كنتيش دلوعه مدلله؟ ابدا، طفل مدلل ابدا ابدا ابدا، ما بحبش الاطفال المدللين. هو دي ملحوظه عابره ولا حقيقه واقعه ان انت في الاغاني الحزيني بتدي اكتر؟ حكايتي مع الزمان تتجلي في الاغاني الحزينه ولا لا ده حاجه مش مظبوطه؟ كلنا نتجلى في الاغاني الحزينه. انا بغني لك من دلوقتي تامر عاشور. لا غني لي حاجه فرايحي موت، بس غني لي حاجه فرايحي موت يا نداء، انت صوتك جميل وملعلع. صحيح ابدعتي في الحزين، بس انا متاكده كمان في الفرايح هتبقي حلوه. الله عليك يا سيدي. ايهاب توفيق. ايوه ايهاب توفيق، يلا تغنوا معايا الله عليك يا سيدي. يلا يلا ايهاب توفيق. الله عليك يا سيدي، قلبك دم في ايدي. الله عليك يا سيدي، قلبك دم في ايدي. وانا اللي بيك دايم، انا وبعمر انا شاري، انا وانا اللي بيك دايم وبعمر انا شاري. بعد الفاصل هنسمع الاغنيه اللي عملتها نداء شراره لنجم المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول محمد صلاح. بعد الفاصل. ايه علاقتك بمحمد صلاح؟ هيك فخورين فيه يعني، كل الوطن العربي فخور فيه بصراحه. فرحنا يعني بقى صار كل الوطن العربي كانه هو الشعب المصري، وهو يعني بيشجع يعني كانه هو يعني بمنتخبات كل الوطن العربي بصراحه. انت بتحبي الكره ولا لا في المطلق هو نموذج مشرف؟
انا يعني مش كثير من متابعين الكوره بس بحب بحب اي انسان بينجح وبيوصل وبيرفع اسم بلده يعني بالعالي، لانه يعني إشي بصراحه مشرف جدا 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 وكلنا كنا فخورين فيه يعني، وكانه بيلعب لكل منتخب بكل الوطن العربي يعني كل منتخبات الوطن العربي. يعني في الاردن انت بتحبوا محمد صلاح بتحس انه يخصكوا؟ ايوه طبعا بتحس انه يخصكوا، مش من جنسيه تانية، ده هو بتاعكم محمد صلاح طبعا. وكل انسان حقيقي. وكل انسان عنده يعني عنده حس بداخله وحس وطني وحس يعني بيحب اي انسان ناجح وبيحب اي انسان يوصل لاي لحلمه وكذا، يعني هيكون بيحب محمد صلاح لانه هو مثال للشباب، يعني مثال حي للشباب بصراحه. من قريه نجريج الى قلب ليفربول في انجلترا، الحقيقه رحله مشرفه جدا وان طبعًا. شاء الله تكبر اكتر بكتير ما هي عليه. يعني هنقول له فرحت كل الكون. ايوه برافو عليك. لونت الدنيا كذا لون وبقى لهم عيون من الفرحه تبكي بدل ما تبكي من الهموم، وبقى لك في كل قلب بيت وعليت على مصر عليت، وبقيت انت الامل مهما حصل تبقى البطل يا محمد صلاح، ربنا هو اللي اداك محبة وصبر وقوة، ولو الدنيا عندت معك خليك انت اقوى، وبقيت انت الامل مهما حصل تبقى البطل لشباب جيلك يا محمد صلاح. يستاهل محمد صلاح الاغنيه، يستاهل محمد صلاح، يستاهل يستاهل. طيب نداء، انت عملتي مجموعه من الاغاني الجديده اللي ليكي، وكنا بنقول ان في بعض الاغاني عدت ملايين كتيره على الديجيتال او على الرقمي الانترنت، ايه اكتر اغنيه عليها مشاهدات؟ انتوا قولوا لي. سهرانه. انتوا مذاكرين قوي ها؟ اوكي سهرانه. بدي احكي لك على شيء، يعني الحمد لله من فضل رب العالمين اغنيه سهرانه احنا غنيناها باخر لايف في ذا فويس، هي كانت يعني اللي كان اللي بيوصلوا الفاينل الاربعه المشتركين كل حد بيطلع له اغنيه، يعني ده لو ما ربحش الجائزه يبقى كده زي طرديه فرديه يعني. فانا طلعت لي سهرانه، انا اشتغلتها وغنيتها بس بالمسرح، وبعدين قررت ان انا لما عملت الالبوم قلت يلا انزلها في الالبوم، ليه يعني الالبوم نزل من فتره قصيره، تقوم هي الاغنيه اللي تاخذ كل الحظ يعني، والحمد لله يعني وحبوها الناس وعلمت مع الناس، بدي اقول لك سبيشالي اهل مصر يعني. حلو حلو. وعايزه احيي تحيه للشعب المصري العظيم يعني. حيي براحتك. قديش قديش انتوا قديش يعني قديش انتوا متابعين ما شاء الله ما شاء الله، يعني يعني لو الاغنيه تحت الارض بينكشوا الحاجه الحلوه، لو يعني لو كانت فين. طيب نقول سهران. سهران. يلا. مش هو ده يلي تعبني ده
انا شايله سر معذبني ده انا روحي فيه ومسير في يوم هاجي اقول لك وهعيش حياتي وانا جنبك ده انا عمري ليك سهران انا دايما بفكر حيرانة ازاي هقول لك حيرانة طب واعمل ايه وبتيجي قصادي كتير تسمع يبقى خلاص السر هيطلع وبدار عليه ميرسي عندي اغنية اسمها اردنية اسمها ابن النشامة ابن النشامة يعني ابن الناس الجدعان احنا الجدع انتوا بيقولوا جدع احنا بنقول نشمي هي بتعمل جو يلا يلا وبخده شامة وكله وسامة طير لي عقلي ابن النشامة وبخده شامة وكله وسامة طير لي عقلي ابن النشامة قال لي يا حلوة انا ابيكي لا تروحي وبخده شامة وكله وسامة طير لي عقلي ابن النشامة وبخده شامة وكله وسامة طير لي عقلي ابن النشامة هو أجواء بقى ترايح قوليلي هو نداء شرارة انت كان حصل سوء تفاهم ما بينك وما بين الرائعة شيرين عبد الوهاب حبيبتي هغني لها هو كان سوء تفاهم ولا كان ايه بصي انا مش عايزه استحضر المشكله بس قوليلي انك بتغني لها حاجه يعني مرسال حب منك لها بعد كل اللي حصل واللي اتقال واللي اتسوى وهيك 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 اول شيء انا كتير بحبها وكتير بحترمها وبقولها ميرسي على دعمها لي بالبرنامج واكيد انا يعني عمري ما بنسى وقفه شيرين يعني شيرين كانت سند فعليا بالبرنامج بحبها من قلبي وهو الموضوع كان سوء تفاهم وتداول بشكل غلط وانا عمري ما بنسى الايد اللي تمدت لي اتليست انه يعني لو كان في فتره البرنامج بس هي يعني شجعتني بكل ما فيها من قوة وأنا هذا شيء يعني كان ببسطني جدا وآخر مرة زعلتني بتصريحاتها يعني في البرنامج عشان هي عارفة نداء شرارة وشيرين عارفة قلبي من جوة وعارفاني إيه يعني بتعرف هي شيرين أنا قديش شخص منيح ونظيف وكويس وبمدح في نفسي كتير لا بصي نداء يعني لا انا هقولك بس يعني تتضايقي لما تشوفي حد انا هلخص الموضوع انه احيانا اي حد فينا ممكن تصعب عليه نفسه ممكن يبقى منفعل ممكن يبقى بيشوف الامور متضخمه شويه بس لما الناس بتهدى وبتروق بتفتكر الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي أيوة خلاص ان انت فاكره لها حاجه حلوه جدا وانت عارفه انك من جواكي في سلام وحب لها الموضوع هيخلص باغنيه هتغنيها لها اكيد طبعا هتغنيها لها وبقول لها انا بحبها قوي هي تتحب بكلمة منك تنسيني اللي عدى أوام تخليني أحس بقيمة الأيام تطمني لسنين قدام بكلمة منك توريني اللي مش شايفاه ولو في حد زعلني انا مسامحه تعيشني اللي مش هعيشاه كان فين
من قبل كان عايشة مع العايشين. بكلم نفسي بالوحدة بقالي سنين، وانا في دقتي ما كنتش عارفة اشكل مين. ودلوقتي وانا بعمل حساب تعمل صلح مباشر يعني. طيب ومشاريع الارتباط اخبارها ايه يا نجاة؟ لا يا انت الحلال ما في. يا بنتي هو انا جايب عريس وبغصبك على الجواز ده؟ انا بسالك سؤال عابر على فكره. هسال سؤال تاني عادي كاني ما سالتوش. ايوه مشاريع الارتباط ايه يا نجاة؟ جميله والله. حبه حبيته. مؤجل مؤجل ولا لا؟ يعني انت تحبي ان حياتك يبقى فيها؟ احب اكون ام، يعني بحب اكون ماما بصراحه، بحب شعور الام ما تبيش تبقي زوجه. الحياه الزوجيه اكيد حلوه، فيها استقرار وفيها امان وفيها سند وفيها كل الاشياء هاي، بس علشان الواحد يفكر بهاي الخطوه لازم يكون متاكد من الشخص مليون بالميه اللي قدامه، انه هو يعني هيكون له كل حاجه يعني انا يعني الشريك حلو يكون هو الاخ والاب والام والعم، يعني يكون كل شيء. فانا يمكن المفاهيم عندي زياده عن اللزوم وحساسه زياده، بس انا بحب هيك يعني. ومع الزواج التقليدي ما بعرف، يعني في ناس كتير بتعرضني بالفكره دي، بس انا مع الزواج يعني انا مثلا يعني هلا بس صرت فنانه ممكن يعني اتعرف يعني انه تعارف بسيط، بس انا تقليديه تقليديه جدا. ان شاء الله يكون نصيبك حلو، سواء زواج صالونات مرتب او زواج مبني على قصه حب، يعني ان شاء الله. طيب قلتي لي بقى بتغني الفايزه احمد حلو قوي. يلا يلا ولا تيجي
ابتداء شرارة موهبة حقيقية وصوت حقيقي من الأردن يستحق أن يسمع في العالم العربي كله. شكرا يا نداء حبيبتي.